السلام عليكم، أنا عدنان العباس من الأحساء. طبعاً تعرضت الإصابة قبل فترة على مستوى اليد اليمنى، مفصل اليد بالتحديد. طبعاً العملية كانت صعبة لحد ما، على بموجب أنها كانت دقيقة وتحتاج تشخيص دقيق وتبين المشكلة بالضبط، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نتوصل للدكتور عدنان الراشد الله يعطيه العافية، وشخص وقف على حاله وشخص الحمد لله، وعرفنا المشكلة بالضبط وحددناها وصار عملية منظار الحمد لله رب العالمين. الآلام اللي كانت سابقة وصعوبة الحركة في اليد الحمد لله راحت والحمد لله رب العالمين. طبعا كانت الإصابة والعملية بالضبط تحتاج إلى دقة، وكانت هي من العمليات النادرة على مستوى المملكة، والحمد لله رب العالمين تكللت بالنجاح، والحمد لله أنا أقدر أحرك إيدي طبيعية الحين الحمد لله في كل الحالات. شكراً دكتور عدنان. الجديدة للرعاية الصحية مجموعة المانع الطبية.